فالشيخ المحروقي أيضا تناول هذه القضية بشيء من الحكمة والمخاطبة الفكر والعقل، فيقول بعد أن يعني تضع المرأة وليدها، يقول بأن وضعت حملها سالمة وحملها سالم، فاشكر الله تعالى، فاشكر الله عز وجل يا أخي إنها وضعت وهي سالمة ووليدها سالم لم يمت. أول شيء اشكر الله عز وجل على ما من به عليك وعليها، لأن كثيرا من النساء يمتن عند الولادة أو يموت حملها، فاشكر الله على ما متعك بها، فإن وضعت أنثى فرض بها ولا تلمها. يعني يقول أعني المرأة، ليش تلومها؟ ثم يبين أنه لا ذنب للمرأة في كون المولود ذكر أو أنثى، لأن تدبير النسل هو ليس بيدها، وإنما هي بمنزلة الوعاء يضم ما يحط فيه ولا قدرة له على تبديله، ولا تعلم أنت ولا هي بالخيرة. اختيار الله تعالى يعني الإنسان هو الأفضل والأعدل، لأنك لا تدري، ربما جاءك ولد ولكان لك فتنة ومحنة، وربما كان الأجر من الله أوفر بمن نسله البنات لحقارتهن وكراهتهن مع النفس، فأحسن إليها ما استطعت. ثم يقول يعني ما هي النتيجة لو أن الناس اختاروا الذكور ما يريدوا الإناث؟ فيقول ولو رد الله الأمر إلى الخلق في الأولاد لكانت الدنيا ربما لا تبقى إلى هذا الزمان لاختيار الناس للذكور وميلهم إليهم، فإذا لم تلد النساء إلا الذكور فمن أين يأتي النسل ومن أين يتزوج الرجال؟ فهذه حكمة من الله تعالى بالغة وقدرة باهرة، لأنه أراد أن يخلق الخلق طورا بعد طور وأمة بعد أمة، ولو شاء لخلقهم دفعة واحدة. واعلم أنه ليس الولد الذكر يكون بقدرة الأب والأم، ليس بقدرتك أنت ولا أمك، بل يخلق الله ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يحكى أن رجل يعني في الجاهلية يدعى أبا حمزة، رجل جاهلي هذا، يعني امرأته أنجبت يعني بنت، فغضب عليها وهاجرها تركها روى عنها، فسمعها ذات يوم يعني تداعب ابنتها، تلاعب البنية وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، ينام في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد وضعوه فينا. صدقها مسكينة، إيش حيلته هي. فهذا الأمر أيضا كما نقول أمر الجاهلية، وحتى ما يفعله الناس من التهنئة عند الزواج أيضا هذا لا يجوز، لأن هذا أمر الجاهلية. يعني بكرك صبي، طيب ليش صبي؟ يعني ليش هو أفضل يعني عن الأنثى؟ لا يصح أن تقال هذه المقالة. أو بعض الناس لما يذكر النساء من أهله أو النساء بشكل عام أو البنات، أو يذكر زوجته يقول حاشاك امرأة أو حاشاك الحرمة، فاسمها ليش حاشاك؟ هذا لا يجوز، هذا هو صنيع الجاهلية، هذه هي مقالة الجاهلية. وكم من إنسان رزقه الله، لا نقول ابتلاه الله لأن هذا رزق من الله تعالى، يعني رزقه بنات فكان ينزعج. ويخبرني بعض الأشخاص أن يعني أحد الناس رزق المولود الأول بنت والثاني بنت فغضب، والثالثة بنت فغضب، حتى هدد الزوجة أن إذا جبت المولود الرابع والمقبل البنت لك حساب آخر. يعني سبحان الله، أيضا هذا هو صنيع الجاهلية، إيش ذنبها يعني هي؟ فسبحان الله. وأنا أقول كم من رزقهم الله تعالى البنات،
رزقه الله جلب الله تعالى بسببهن البركة والخير والأنس، وأنت تجد طبعا دائما اللطافة من البنات والمحبة والدعابة، وحتى لما يكبرن ما ينسينك وأنت والد كبير، ربما يقصر الولد لكن البنات دائما تحس قلوبهن يعني رحيمة ورقيقة وعطوفات وحنونات، ويقومن بالواجب وزيادة. فسبحان الله، يعني كيف يأنف الإنسان من مسألة البنات.